آل الشيباني بمركز المنشاة محافظة سوهاج لنا لقاء بنجم يصلح في مجال العمل السياسي الحاج محمود هاشم حسين الشيباني الشهيد أبو طه الشيباني. الحاج أبو طه الشيباني أو الحاج محمود الشيباني سياسي معروف في خدمة أهل بلده لوجه الله تعالى، يعشق العمل العام، يعمل ليلا نهارا لا يكل ولا يمل. واحنا اليوم في ضيافته وبقول له كل سنة طيبة حاج محمود، وربنا كده يزيدك من العمل العام وخدمة أهل بلدك. انت طيب، فأهلا بحضرتك وشرفتنا، وأهلا وسهلا بأهل مركز المنشاة ومحافظة سوهاج جميعا. بالنسبة لحضرتك، ما هي الخدمات التي تحتاجها مركز المنشاة؟ والله لو بصينا لمركز المنشاة ناقص خدمات كثيرة، من يعني جميع أي حاجة ناقصة المنشاة، بالنسبة للصحة، للكهرباء، للمية، لسوق خضار، لمكتب جوازات، لموقف أتوبيس، لأسعاف، للصرف الصحي، للكهرباء، يعني جميع أي حاجة بتلاقيها ناقصة مركز المنشاة عاوز اكتمال له. طب احنا عايزين ناخد كده ايه الموضوع واحدة واحدة، يعني تكلمنا عن حاجة حقيقية وتكلمنا عن الصحة، ما ينقص المنشاة بالنسبة للصحة؟ مشاكل الصحة موجودة في المستشفى ليها النهاردة أكثر من 20 سنة ومحدش سائل فيه. بالنسبة لمستشفى المنشاة عاوزة تجديد كله، عايزين نحولها من مستشفى المنشاة خلاها مستشفى عام. فتروح المستشفى على كده لا تلاقيش أي علاج فيه، ولا تلاقي برشام، ولا تلاقي نصل عقرب، ولا تلاقي خياط إبرة خياطة، ولا تلاقي شاش، ولا تلاقي شيء الدكتور، ولا تلاقي ممرضين، يعني تلاقي لك ممرض قاعد احتياطي، يعني ما فيش اخصائي فيه، فيش اخصائي. واحد وكده يجي مكسور النهارده بالليل، هودي فين؟ هينفع في الدكتور الباطني فيه؟ لا طبعا مش لازم تحصف. اطلع على صهاج بي هي بعد يطلع اكثر من 15 كيلو وعقبنا المزلقان، ممكن يقولوا لنا بربع ساعه ثانيه مسافه معد القطار. فدلوقتي هيستحمل المريض معنا احنا الوقت ده؟ لو حاله حرجه، لو حاله حرجه، لو واحد متعور يحوله على صهاج، لو هينزف هيستحمل كل ده؟ اكيد لا. فاحنا بنطالب وقدمنا طلبات برضك سيادتك لسيد وكيل وزاره الصحه، ومستنين برضك الموافقه عليها على الطلب. هيبتاع حضرتك. تمام. بصراحة الله يديك العافية، بصراحة ربنا يعينك. طب يعني كده المستشفى تعتبر عنديكم مش شغالة نهائيا؟ المستشفى ما شغالاش، يعني ما تنفعش حتى مستشفى. وبعدين المستشفى ده مركز المنشاة شاملة 36 قرية، ما فيش غيرها، ما فيش غيرها. في قرى مثلا حواليه برضك عاوزين برضك المستشفى ده، هي المستشفى الشاملة المركز كله بال 36 قرية بتاعته. يعني ما فيش اي مستشفى عام ولا مركز بتشمل؟ لا، هي ما فيش غير المستشفى المنشاة بس. لا، احنا بنضم صوتنا لصوتك للدكتور هاني جماعه يتولى المستشفى دي ويعملها احلال وتجديد، او على الاقل يطور المستشفى نفسها. لو ما فيش امكانيات للاحلال والتجديد يطور المستشفى نفسها، يشوف العجز في الاطباء، العجز في الممرضين. لان بصراحه ما يرضيش ربنا، يعني ولا يرضي مسؤول ان مستشفى كامله تخدم مركز كامل من غير اطباء متخصصين. لا بصراحه، يعني الطلب اللي انت قدمته اكيد هيلاقي جديه من المسؤولين، وربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. الله يخليه. الاسعاف، طبعا احنا بنسمع عن مشاكل ومتاهات مركز المنشاه بالنسبه لوحده الاسعاف. احنا كان موجود حالنا كامله دي، احنا كان موجود عنديني وحده اسعاف وجات الشالات عملوها بيكات للبياعين وفشلت. دلوقتي مقلب زباله، دلوقتي مقلب زباله. فبطالب عودة مبنى الاسعاف تاني باسم اسعاف اوليه، يعني واحد لسه دي الاسعاف هي اللي تاخد عربيه الاسعاف اللي بتروح تجيبه. اكيد هي لازم عربيه الاسعاف تكون مجهزه. ايه انت خلي لي عربيه اسعاف مش مجهزه ليه؟ عايز تيام معايا. فوحده الاسعاف دي مهمه جدا وسط البلد، ويعتبر هي ايه اللي ماسكه وسط البلد.
تتصل بالاسعاف لازم تجيك عربيه الاسعاف حجلك ايه حجلك مجهزه اكيد واحد مثلا لسه واحد تعبان لازم يروح تروح عربيه الاسعاف مجهزه عشان تنقذ حياته تنقذ الحاله سريعه الحاله سريعه المستشفى فبنطالبه بعوده مبنى الاسعاف مكانه اما كان ايه التصرف في جائحه كورونا اللي جت دي يعني تصرفتوا ازاي فيها دي جائحه اذت ناس كتير فيها دي اذت ناس كتير والله كل واحد اتعزل في بيتهم ادي لك العلاج وطبعا انت كنت قلت لنا قبل التصوير انك تقدمت الطلب برضه قدمنا الطلب برضه لرجوع الاسعاف لرجوع الاسعاف برضك اهو حضرتك الطلب الثاني برضك اهو لا جميل جدا بصراحه الله يديك العافيه بصراحه الله يديك العافيه بصراحه شيء مشرف يعني انت واجهه مشرفه فعلا لمركز المنشاه الله يخليك يا استاذ سروان ايه المشاكل اللي واجهها مركز المنشاه بالنسبه لموضوع قسم الجوازات مركز المنشاه بيعاني من ما فيش مكان لجوازات بس المكان موجود في شقتين تبع حكومه مجلس المديني وقاعدين فاضيين ما نستغلهم احنا نعمل لهم مكتب جوازات عشان يجي له الانزحام والتقديسات عن اهل المنشاة بدل ما يطلعوا على الاصهاج والانزحام والتكدسات فده احنا نفصلوهم عشان الامراض والكورونا وغيره فده الوقت فيش المكان موجود نعمله مكتب جوازات وانا مستعد لتطويرهم وتجديدهم على نفقة الخاصة واقل حاجة اقدمها لأهل المنشاة يعني يا حاج محمود نعتبر كلامك ده وعد على الهوى الجمهور وخلي بالك كلامك ده هيوصل لسيادة المحافظ والسيادة وزير الداخلية ومدير الامن سوهاج انك انت هتسلم المكتبين لقسم جوازات مكتملين على المكاتب وهم هيستلموا يشتغلوا على طول هم بس يجيبون الاجهزة والموظفين ما هو الاجهزة والموظفين انت هتسلمهم جاهزين خالص ان شاء الله وده مجهود تشكر عليه بصراحة وياريت كل رجال الاعمال واللي بيعملوا في مجال السياسي يعني تكون يقدموا الخير لبلدهم زيك كده بصراحة وبعدين الواحد القاه في ميزان حسناته اكيد طبعا اكيد يعني يعمل وجه الله من المعروف عنك يا حاج محمود انك دايما بتميل اكتر يعني خدماتك و شغل الشاغل همك المواطن البسيط ودي معروف انك انت وسطيهم ويعني معتبرهم اهلك طبعا ايه وجهه نظرك في الحل الامثل للباعة الجائلين للمعاناه اليوميه اللي بيشوفوها انا بناقش بطالب من السيد رئيس مجلس المديني باقامه السوق خضار ليهم واعمل لهم بيكات على اساس ان يبيع يقعد فيه واللي تلقاه بعيد عن سوق الخضار يبقى بعد كده اعمل له محضر اعمل اللي انت عاوزه فيه بس وفر له المكان اللي هو يلقى فيه اكل عيشه وفر له سوق خضار اعمل لهم بيكات واللي تلقاه خارج السوق ابقى حاسبه ياكل عيش في مكان امن ياكل عيش هو حل فعلا حل امثل بصراحه يعني. بالنسبه لمشاكل الصرف الصحي مشاكل الصرف الصحي هي معطله مركز المنشاه من جميع اي مرافق لان هذا اكثر من 20 سنه موقوفه وخذتها شركه قبل عن كده وثبتها وما اكتملش لحدك الان وبرضك الصرف الصحي ده معطلني عن جميع اي مرافق لمركز ومدينه المنشاه هو بعرق للدنيا خالص بصراحه ومرفق اساسي شيء طبيعي بالنسبه للطرق او في هل المنشاه تحتاج لكباري او اي طرق جديده بتحتاج احنا محتاجين كوبري امام مركز شرطه المنشاه بيربطني شرق السكه الحديد بغرب السكه الحديد دولة في المواطنين لما يجي الواحد عايز يجي المركز يطلع فيش او بطاقه او بتاع بيمشي على بعد 3 كيلو 4 كيلو وهو بيننا ما بينه احنا يطلعش 50 متر هي مسافه الكوبري فقط مسافه الكوبري بس فقط فبنطالب كوبري عشان يوفر الوقت والمواصلات لاخواتنا اللي غربيه الترعه يعني فيش غير كوبري بتاع عقل واما اللي عند السنترال طب بالنسبه للطلبه برضك تحت المدارس بتيجي هنا برضك بتمشي يا اما يركب توك توك ايه بالنسبه للمشاكل الفلاحين والله عندنا مشاكل فلاحين مشاكل عديده بالنسبه بتواجه الفلاحين فاحنا نتمنى من السيد وكيل وزاره الزراعه تشريفه لنا لطرح الفلاحين مشاكلهم لسيادته ونقوم بحل مشاكل الفلاح بيعاني من مشاكل كثير بالنسبه لارتفاع اسعار الكيماوي والبذور الاسعار غاليه بس الانتاج برضك رخيص فيا ريت يعني شرفنا سيادته لطرح مشاكل الفلاحين قدام سيادته
لا ده حل مثال. بس حاج محمود يعني معلش اثقلنا عليك كتير، بس احنا شايفينك يعني ملم بجميع مشاكل المركز وحامل همومهم. هل يوجد مشاكل بالنسبه للمواصلات في المنشاه؟ في مشاكل بالنسبه للمنشاه والجرجي، ما فيش وصله مواصلات مباشره غير قطار الباص. فالواحد على المواطن عاوز يروح جرجي يركب عربيه من المنشاه الاسرات ومن الاسرات جرجي، ما فيش وصله مواصلات مباشره المنشاه جرجي. وكان في اتوبيس وتشال موقف الاتوبيس نهائي، دلوقتي في غير القطر. اما المواطن يركب القطار عدى القطر عاوز يروح يا جرجي، يركب عربيه من المنشاه للاسرات ومن الاسرات لجرجي، معاناه. ولو قعد الاتوبيس يبقى فاضل القطر يلقى الاتوبيس، فده معاناه برضك عليه على المواطن. وفي حاجات كثير احنا بتربطنا بجرجي من المنشاه في جرجي وتجاره وجميع مكان، يعني حاجات كثيره بتربطني المنشاه بجرجي. اكيد طبعا في ترابط، في ترابط جامد، فاحنا عن طالبه بعوده مبنى الاتوبيس. دي وسط مواصلات بين المنشاه وجميع محافظات الجمهوريه، ودي حق ابسط حق ليكم طبعا. شيء طبيعي. هل يوجد اي شكوى بالنسبه لمركز المنشاه من مياه الشرب؟ لا، هي ما فيش اي مشكله. احنا نشكر الساده المسؤولين بشركة المياه، بس هي المشكلة مشكلة بسيطة، المياه ما بتطلعش الأدوار العليا، ونرجو من السادة المسؤولين توصيل المياه العذبة للقرى المحرومة. طب بالنسبة للغاز الطبيعي وصل المنشاة ولا لسه؟ لا، الغاز الطبيعي ما وصلش المنشاة بالنسبة لاستكمال المرافق. الغاز الطبيعي بيوصل آخر حاجة، فاحنا لازم نخلص من المرافق الأول بالنسبة للصرف الصحي، وبعدين نفكر فيها في الغاز الطبيعي. فعلا دي لازم يكون مرافق كامله فعلا. رساله يوجهها الحاج محمود الشيباني للزعيم والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. نتقدم بالشكر للسيد الزعيم القائد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي على المجهودات التي قام بها وانقاذ مصر من الغرق. رساله يوجهها الحاج محمود هاشم الشيباني لسياده الوزير المحافظ طارق الفقي محافظ سوهاج. نشكر السيد المحافظ على مجهوداته للنهوض بالمحافظة. رسالة يوجهها الحاج محمود الشيباني لمدير أمن سوهاج رجل الأمن من الطراز الأول، توجه له رسالة تقول له إيه؟ نقدم له بجزير الشكر على الإنجازات التي قام بها والأمن والأمان لمحافظة سوهاج. كما نشكر السيد العميد مأمور مركز المنشاة، نشكر السيد مفتش مباحث مركز المنشاة، ونشكر السيد رئيس مباحث شرطة مركز المنشاة، ونشكر قوة مركز المنشاة. أتقدم بالشكر لأهالي المنشاة وأوعدهم أني دائما في خدمتهم. نشكر الحاج محمود هاشم حسين الشيباني على حسن الاستضافة وحبه لأهل بلده وحبه للعمل الخير. بصراحة كلنا بنشهد انه سياسي معروف، وبنقول شكرا على الاستضافة، وربنا يكثر من امثالك ووفقك الله في عمل الخير يا رب. شكرا. ونشكركم من دوار آل الشيباني بمركز المنشاة محافظة سوهاج. لقاء لنتعرف على الحاج محمود اكتر من مدير اعماله الاستاذ عز الشيباني. نرحب بك يا استاذ عز. اهلا وسهلا بك يا استاذ. استاذ عز، احنا طبعا سمعنا كتير عن السياسي المعروف رجل الخدمات الحاج محمود هاشم الشيباني. عايزين نعرف ايه اللي دفع الحاج محمود للترشح وخوض المعركة الانتخابية. عايزين نعرف الحاج محمود اكتر منك. اولا انا برحب باسرة البرنامج، وبرحب باهالي المنشاة وباهالي محافظة سوهاج الكرام. اولا اللي دفعني الاستاذ محمود هاشم ان هو يخوض المعركة الانتخابية، التمست فيه الحاج محمود هاشم ان هو رجل بيحب البسطاء، رجل متواجد مع الفقير، رجل تجارته مع الله، رجل بيحب يخدم اهل بلده، بيحب المواطن المصري، رجل بيحب ان هو يخدم اهل بلده بجد. يعني مش زي اي مثلا حد ان هو يقول بيعمل وما بيعملش، لا، هو رجل بيسعى في الخير، راجل دايما بيسعى في الخير وفي مصالح الناس، ودايما مع الرجل الفقير ومتواجد معاهم، وهو راجل دايما في مصالح الناس.
ما هو البرنامج الانتخابي للحاج محمود هاشم الشيباني؟ والله البرنامج الانتخابي وده اكتر حاجة شدتني في الاستاذ محمود هاشم الشيباني ان البرنامج بتاعه مختلف عن اي برنامج انتخابي كان قبل كده. راجل برنامج انتخابي فعلا بجد، هو ده البرنامج الانتخابي اللي البلد فعلا كل حاجة فيه ناقصاه، الجوازات، الصحة، الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، المينا اللي هو بيتكلم عليها اللي هو الكوبري اللي بيربط من المركز لأهالي الدائرة الغربية اللي هي بحي مبارك، بدل ما بياخد 3 كيلو على بال ما يوصل نقطة المركز المنشأة أو يطلع فيش أو يطلع أي شيء، فهو ده يعني يدوبك ما بتكملش مع المواطن 5 دقايق. وده للأسف ده نقطة مهمة جدا كنا مفتقدينها احنا. ثانيا مصلحة الجوازات، عندنا ناس كتيرة بتعمل في الخارج، ناس كتيرة هنا يعني متغربة، الناس كتيرة بتطلع جوازات، نقطة يعني مفقودة جدا عشان بنطلع جوازنا فكان بيروح سوهاج، فهنا لما تبقى متواجدة نقطة جوازات عندنا فدي مهمة جدا طبعا للبلد. اكيد. ثانيا الاوتوبيس اللي هو بيتكلم عليه الحاج محمود هاشم، احنا مفتقدين دايما اللي هو مواصلات ما بيننا وما بين جرجة لا تربطنا غير القطار، والقطار لا يناسب مواعيد المواطن، يعني كإحنا منشأة يعني عشان نروح مثلا جرجة عايزنا نروح من هنا لصهاج ومن صهاج نرجع تاني لجرجة، او يا اما نطلع من هنا على الاسارات ومن الاسارات ناخد توك توك ومن التوك توك ناخد مواصلة تاني عشان نروح جرجة. طب ليه اما كان عندنا موقف اتوبيس وللأسف اتشال، وده النقطة اللي محدش اتكلم فيها قبل كده، ده اللي دفعنا اكتر يعني امسك البرنامج بتاع حاسس بالمواطن الفقير، حاسس بالمواطن الفقير. التمست فيه كل حاجة حلوة، يعني هو اتكلم على مشاكل البلد بجد اللي اهل المنشأة عايزها، اتكلم عن حاجة المواطن الرجل الفقير يعني الباعي الجائل، يعني اتكلم عليه حاسس ان هو واحد منهم، خايف عليه وبتكلم على اساس ان هو واحد منهم اساسا، يعني بيتكلم عليه لما يجي بتاع الاشغالات يعمل له محضر ولا يعمل لواحد مثلا بياع او يقلب العربية او الدنيا دي كلها، فالمواطن الفقير راح فين؟ الراجل ده ممكن يكون معاه 3 افراد واربع افراد اساسا فمحدش حاسس بيه، وهو ربنا يكون في عونه عشان بيطلع الراجل ده فبيطلع من فجر الله، وعشان بيرجع لاهله بيرجع اخر الليل. فبصراحة يعني هو راجل متعاون مع كل الناس، راجل بيحب الراجل البسيط، الراجل الفقير دايما خدوم، هو ده الراجل بصراحة اللي انا اندفعت وحبيت ان انا اوقف وراه ودعمه بكل مجهوداتي، هو ده الراجل بصح اللي انا امشي وراه. ده اهل الثقة دي، هو اهل الثقة دي، اهل الثقة طبعا.